السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي قناة أم سامي. اليوم غنقدم لكم واحد الشهيوة مغربية، ببوش غنقدم لكم بالطريقة ديالي، نتمنى الله ما يعجبكم وندعو على بركة الله. عندنا الببوش، تناخذوا الببوش فاش نشريوه تنجيبوه انا الطريقة ديالي انا شنو نديرلو، تنشللو فاش تنشللو تنخليه في واحد الشبيكة تكون كاملة مهوية، شي تكون كامله مهويه تلوحي عليه، اما عندك النخاله لوحيها عليه، عندك ديك الحمراء لوحيها عليه، عندك السميده لوحيها عليه. علاش؟ باش يخوي دوك المصيرنا ديالو تيتخواو، تبقى فيه غير هذيك ما تيكونش فيه الحجر، ما يكونش فيه، حيت الا شديتيه وطيبتيه غتلقى فيه الحجر. هذه لا نقاش فيها. المهم فاش ندوزو هذيك يومين اولا 3 ايام هكاك تنخليوه، تنجيبوه تنشللو، تيكون خرج داك الخروج ديالو، تنشللو مزيان. فاش تنشللو تنجيبوه، هي هاد المرحله اللي غندير معكم دابا، تنجيبوه تندير عليه المليحه بحال هكا. علاش ندير له مليحه؟ باش نهيجو، باش الا كان حتى شي حاجه لاصقه في ديك هنا في الرويس ولا هادي تترطب مع هذاك الهولام ديالو دغيا تتحيد. غنحكو مزيان، باش نحكو هكا غادي نشلو من الملحه، نشل الملحه تنخليه في واحد البلاصه ترونكيل اللي تنبقاو ردين مع البال. اللي طلعات تنهزوها نعزلوها، يعني هذيك اللي طلعات راها حيه، اللي ما طلعاش ما نقربوش ليها، غتكون اما ميته اما فيها شي بخوشه لداخل، اللهم ما نقربوش ليها لوحيها. صافي غنخليه حتى يطلع كامل. نتوما هو دابا ها هو خارج كامل، غسلتو مزيان، يعني تنغسلو ونعاود نحيد الماء ونعاود نغسلو حتى تيولي هذاك الماء نقي اللي تنغسل فيه، يعني تقدر توصل 7 د المرات، تقدر توصل حتى 10 د المرات على حساب هذاك الماء حتى يتصفى، الا ما صفاش عاودو عاوتاني غسلو. المهم فاش غسلتو مزيان ها هو دابا المقادير. عندنا هنا العطريه ديال ببوش، تتمشي عند العطار ديالك اللي تثق فيه، هاي نقول لي عطري عطيني العطريه ديال ببوش غادي يعطيها لك، وراه تيعرف ليها، يعني لا وراه عارف ليها حيت فيها بزاف ديال المواد، الزعتر الفليو، بزاف من الفلفله الحاره، القشور ديال الرمان، عندنا يعني جميع المواد ديالها فرقة سيدنا موسى اللي كاملين. وضروري النعناع وقشور الليمون، الليمونه تنغسلوها مزيان، فاش تنغسلوها تنحيدو ليها القشور ديالها غادي نستعملوها، ومليحه يعني هادشي اللي تنحتاجو ليه. صافي غنطيب الماء، فاش غسلت العطريه ديال الببوش غسلتها، هي غسلتها ها هو مسكين هربان خايف عارف شنو تابعو. غندعو على بركة الله، الماء خصو يكون طايب، الماء الله يجازيكم بخير خصو يكون طايب تيغلي. هاهي عندي البرمة، ضروري دير شي حاجة واسعة كبيرة زعما بحال البرمة، أنا دايرة برمة كبيرة، نشدو تنديرو فيها هذا اللي ملي تيدور يجيه هادو، يعني تيجي في المرقة يقدر يدير شي كميسة ديال التوب ويجمع فيها كلشي ويلوحها في البرمة. أنا تنديرو هكا تجيني بحال هكا، هاد الفلفلة الحارة تنطرطقو هكا باش تطلق البنة ديالها، حيت ضروري الفلفلة حارة، ضروري ببوش فلفلة حارة. غندير هذا، هذا نديرو في الماء، بسم الله، نزيد هاد النعناع، النعناع تا هو مغسول، هنا القشور ديال الليمون، هنا نديرو مليحة قياس، من بعد تنبقاو نذوقو على حساب الذوق ديالنا حنايا. هربان مسكين هربان. هاكا تنهزو بحال هاكا، أنا بالنسبة ليا تنهز وتنسمي الله، الما ضروري يكون تيغلي، الله يجازيكم بخير، الما يكون تيغلي مزيان يتقوى شي ضروري. تنهز بحال هاكا وتنقول بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، تنلوحو نزيد عاوتاني بسم الله اكبر. صور باش تغلي انا غادي نقص البوطه، داكشي علاش درت البرمة كبيرة حيت باش تطلع الرغوة. هادي مرحلة مهمة، تنبدا نحيد هاد الكشكوشة هادي، تنبقى معاها فين ما تطلع ليا تنحيدها هاكا، تنبقى معاها بحال هاكا، تنبقى نزول فيها. من بعد ما طاب لينا نرفعو عليه، نحيدو البطة باش نقرب هذا، بسم الله
شويه بشويه كنخلي هذيك الكشكوشه هي اللي ما تيبغيش هاد العشوب هادو يبانو. كما بغيتو نديروهم شي صريره نديرهم لداخل فاش تكملو منهم تحيدو الصريره ويبقى لكم غير الكوش. ها هو ها هو ما تيصغش الوقت ما تيبغيش يطيب بزاف. انا نوريكم دابا هكايا انا نقول بسم الله ذوقوا الملحه قدوا الملحه حتى هي هاي بسم الله هاي ما خصهاش تقطع. انا صراحه تعجبني نجرها كامله حيت نقي بصاوب مقاد ما كاينش يعني ما بقاش فيه حتى شي حاجه نقي. ونطلب من الله يسمحوا لنا اللي تيتوحموا يسمحوا لنا ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. ما تنساوش تابوناو عندي باش يوصلكم الجديد ولا عجبتكم الوصفه ديروا لايك. السلام عليكم.